بشوفوا شغلي، بشوفوا العمل تبعي، بنوهروا يعني. بصير ما الإنسان ما يصدقش إنه هذا كفيف اللي بيشتغل. برغم المهنة هذه خطرة والأطباء يعني منعوني منها، برغم ذلك نزلت لأنه ورايا أطفال أنا بدي أعيشهم. بشعر باختلاف كلياً، سبحان الله، يعني ربنا بياخد شيء. أقل غلط يعني بحسه أنا بالسيارة ببين، غير عن البصير. البصير ممكن يشوفه بعينه، بس أنا بقرأ قرايا لهذا. يعني أنا حرمته وقعدته من التعليم على أساس قعدته جنبي يساعدني، لأني كذا مرة تعرضت إني أموت، يعني تعرضت للخطر وقعدت بالجورة، ومرة كانت بدها تنزل عليها سيارة. يعني الزبون يعني لما بتفرج على شغلة وبقيمها بستغرب، يعني بقول لي برغم ذلك رحت على محلات ما حكوليش الحكي اللي انت بتحكوه لي. بدك تضطر تشتغله أتفه الثمن، ممكن يحرجك يعني ويحسسك انه ايش يحملك جميلة انه بيشتغل عندك. كأسرة وكهذا ما بكفوا، لأني عندي تعليم وعندي دروس وعندي أطفال. للأسف إحنا مهمشين، يعني مهمشين جدا، يعني ما فيش لحد التأمين الصحي حرموني منه، لأنه بقول لك أنت عندك ورشة. برغم ذلك إعاقتي والصعوبات اللي أنا بواجهها يوميا وهذا. يعني بيدي لابني بدل ما احضنه انا بتلاقيني بوقعه على الارض مش شايفه لاني للاسف. بس ما باليد حيله، يعني علاجي قالوا لي باوروبا عندي ضمور بالعصب البصري. هي امنيتي انا بالدنيا انه يرجع لي بصري واعيش يعني اولادي حياه كريمه واعيش زي باقي البشر.